بعد الهجوم الدامي على مطار كابول في أفغانستان، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كشف بعض التفاصيل حول التفجير الانتحاري قرب المطار يوم الخميس، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك جهود لجمع المزيد من المعلومات بشأن الحادثة. نائب مدير الأركان الأمريكية المشتركة للعمليات الإقليمية ويليام تايلور قال خلال مؤتمر صحفي إن شخصاً كان يلبس سترة مفخخة فجر نفسه عند البوابة وحولها، مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان خارج البوابة مباشرة. وقال تايلور إنه بعد التفجير تم إطلاق نار من موقع معادي من المنطقة الشمالية للبوابة، مؤكداً أنه لم يحدث انفجار ثان في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحارياً واحداً، مشيراً إلى أنهم لا يعرفون بالضبط عدد من أطلقوا النار أو عدد المهاجمين الذين قتلوا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 200 جريح في انفجار كابول يوم الخميس. بدوره أعلن دومينيك راب وزير الخارجية البريطانية مقتل 3 بريطانيين بينهم طفل في الهجوم، مضيفا أن بلاده لن تدع الإرهابيين يمارسون ضغوطاتهم على من يعولون عليهم.